تتنوع أنواع القروض عند الأردنيين ما بين الشخصية والسكنية، ولعلها الأبرز فلم يعد الأردني قادراً على امتلاك شقة دون اللجوء إلى القرض البنكي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتدني الدخل، في حين يلجأ آخرون للقروض الشخصية لتحسين أوضاعهم أو تعليم أبنائهم، لتصل مديونية الأردنيين من البنوك إلى 9,500,000,000 دينار أردني. أنا ماخذ قرض سكني. ماخذ قرض سكني؟ خذ قرض للمرأة، قرض شخصي. أنا ماخذ قرض اسمه قرض المرأة. قرض المرأة. وماخذ قرض شخصي، مش أنا الماخذ، أنا الكفيل طبعا، والوالد كان ماخذ وتوفى وبطلبوا فيه في القرض. وتلجأ نسبة كبيرة من الأردنيين إلى القروض، حيث أعلن محافظ البنك المركزي أن ربع الأردنيين من المقترضين من البنوك، في الوقت الذي يخشى فيه المراقبون من إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بزيادة نسبة الفائدة على البنوك بواقع 2% لتصبح 37%. هذا حتما سيزيد العبء على المقترضين سواء كانوا أفرادا أم شركات. البنوك حتما ستعكس هذه الزيادة على المصاريف الإجمالية، والفائدة الفائدة جزء من التكلفة الإجمالية التي تحسبها البنوك، وبالتالي حتما ستحمل على الأقل جزء منها للمقترض، وبالتالي ستزيد العبء على المقترضين. الآن ردة فعل الزبائن هل أو المقترضين هل ستنعكس بأنه إحجام عن طلب القروض؟ لا أعتقد ذلك، لأنه يعني دائما المقترض لو لم يكن بحاجة للمال لما ذهب إلى البنك. بينما يراقب المختصون في القطاع البنكي الأوضاع، تعقد اللجان النيابية الاجتماعات لعكس الزيادة على البنوك وليس على جيب المواطن الذي سيلمس فرقا في أقساطه الشهرية في حال أقرت الزيادة. لذا الأيام القادمة ستفصل فيما إذا كان سيؤثر سلباً على نسبة الاقتراض أم لا. وإن زادت نسبة الفائدة على البنوك فإن القروض ستبقى هي الملجأ الرئيس للأردنيين برأي المختصين، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتراجع قدرة المواطن الأردني الشرائية. دام الكردي، قناة الغد، عمان.